وسورة القمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المجامع والأعياد لما فيها من الآيات العظيمة من تقرير التوحيد والبعث بعد الموت وبيان حال المكذبين وحال أهل الجنة وحال أهل النار. كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاتي العيد مع سورة قاف، وجاء عنه أيضاً أنه كان يقرأ بسبح وغاشية. لذلك ينبغي على إمام العيدين أن ينوع بين هاتين الصفتين التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.